النهاردة هنعمل الهربك، هربك لتنظيف وتعقيم وتطهير الحمامات، والأرضيات بالقوة الثلاثية للتنظيف. ايه القوة الثلاثية دي يا أماني؟ هنشوف حالا مكونات عندنا في المطبخ، مش هنشتري حاجة من برة. فعلا قوة ثلاثية، تحفة يا جماعة، تحفة زي ما احنا شايفين المنظر كده، ولا هنحط لون ولا حاجة. المنظر ده من حاجات احنا عاملينها هنا في عالم أماني، هنكون بيها هربك تحفة جدا في التعقيم والنظافة ونظافة الأرضيات. بجد حاجة جميلة جدا. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد من عالم أمان. إن شاء الله هسيب لكم اللينك في الوصف بتاع كل المنظفات بتاعت القناة وكل أنواع جميع أنواع الصابون، وكمان في التعليق المثبت من عالم أماني تحت الفيديو. اتفرجوا عليها إن شاء الله تعجبكم، وأي وصفة عاوزينها قولولي عليها في التعليقات. زي ما احنا شايفين كده شفاف وجميل. الهربك معروف ان بلون ازرق، بس احنا عملناه بحاجات طبيعية، مش مشكلة اللون، المهم النظافة. بجد نظافة هتبهرك، هتخليكي يعني ايه الجمال اللي عملناه ده. اول حاجة معايا لتر من المية، مية عادية مش سخنة ولا اي حاجة. هنحط فيها 3 معالق كبار من النشا بالشكل ده، ادي واحد وادي تاني معلقة وادي المعلقة التالتة، وهدوب النشا كويس جدا جدا في المية. خليكوا معايا عشان الخطوات مهمة جدا عشان الهربك ينجح معايا، وهنعرف ازاي هنخليه وهنحوله يبقى معقم ويبقى مطهر لكل الحمامات وجميع انواع الارضيات، وازاي هنعرف ان هو بقوة ثلاثية يعني ايه، وازاي بينظف قوي وجميل قوي كده في منتهى الجمال. على فكرة الهربك اللي عملناه النهاردة مش بس الارضيات والحمامات ومعقم، لا ده كمان ممكن نستخدمه كشامبو للسجاد، هيخلي السجاد زي الفل، وكمان هيعقملك السجاد بإضافة حاجات هتشوفيها دلوقتي في منتهى الجمال. دلوقتي أنا بحط معلقة من الصودا الكاوية أو الكونتور أو البطاس، سميه زي ما تسميه، المهم هو مكون أساسي بيخلي الحاجة زي القشطة، وبيسويلي كمان النشا علشان يديني الجل اللي أنا محتاجاه، بدل ما اشتري تكسابون ومواد كيماويه قد كده وبتكلفني كتير قوي. احنا النهارده هنلخص كل ده في الطريقه اللي هنعملها دي. بعد ما دوبت معلقه البطاس في نص كوبايه من الميه، طبعا الميه بارده من الحنفيه، هيتحول معايا المحلول بتاع النشا والميه الى جل زي ما احنا شايفين كده. هقلب كويس جدا جدا عشان يندمجوا مع بعض. طبعا الجل هيبقى تقيل قوي، وكل ده هيتخفف بالمية، بس زي ما شفنا كده احنا عملنا الهربك شفاف وجميل جدا، يعني لما تزودي مية ما تزوديش قوي اهو بالشكل ده. لسه هكملها مية تاني اهو، هكمل بقى كوباية كاملة كده، واحط كوباية كوباية لغاية ما اشوف القوام. طبعا لسه في مكونات تانية، مكونات التعقيم والتنظيف والتطهير كمان زي ما هنشوف كده دلوقتي. انا اديتكم فكرة غسيل السجاد لاني فعلا انا بستخدمه للحاجات دي، وجربت يا جماعة على فكرة مش بقول اي كلام، جربوا ودعولي، ودعولي على الوصفة بتاعت النهاردة. وصفة مش ممكن، هربك مطهر ومعقم، وكمان اقدر اعقم واطهر بالسجاد. وبعد ما حطيت المكونات مع بعض وزودت كوبايه من الميه، بحط كوبايه من الصابون. شايفين تقل الصابون اللي انا حطيته ده؟ ده طبعا انتوا كلكم عارفينه اللي عاملينه في عالم اماني هنا في القناه، صابون سايل. عايزه اقولك يعني حاجه كده تحفه،
شايفين لونه عامل ازاي، ولا لونه غير زي ما بيتقال ان الحاجة لونها بيتغير، ولا اي حاجة. كل اللي بعمله اني بخففه بمية لانه تقيل جدا ومركز. هحط برضو كوباية من الدوني، فاكرين الدوني ده عاملينه هنا في القناة اللي هو الكمفورت، كوباية من الكمفورت بالشكل ده، وده اللي اداني اللون اللي عامل زي لون كده البرتقال ولا القمر الدين، يعني اللون طبيعي انا ما حطيتش اي الوان فيه. كوباية من الكمفورت عاملينها في القناة، يعني عندي في البيت ما اشتريتش. كوباية من الصابون السائل برضو عندي في البيت انا عاملاها في القناة وما اشتريتش. كونت ايه؟ كونت حاجة معقمة تحفة. هحط حوالي كوباية من الديتول. الديتول ده انا جايباه سايب عادي من بتاع المنظفات، رخيص وحلو، يعني تقريبا ب5 جنيه، يبقى يملالك ازازة كبيرة قد كده، حوالي لتر، تقريبا الكيلو ب5 جنيه في الحدود دي، لان انا بشتري حاجات كتير مع بعضها فمبقاش عارفة كل حاجة لوحدها بكام. الديتول ده ينفع لو عندك ديتول من التاني الغالي، ينفع ممكن تحطي منه نص كوباية كفاية قوي، او ربع كوباية كمان كده. اصبح عندي التطهير بتاع الديتول والتعقيم وكمان النظافة والريحة والجمال بتاع الايه الكمفورت اللي احنا عاملينه. الريحة مش معقولة يا جماعة، معطر، وعايزة اقول لكم بينظف وبيعقم وبيطهر. حمامك دايما نظيف، ارضياتك، سجادك لو عايزة تغسلي مثلا مشاية، عايزة تغسلي سجادة، حاجة كده فل قشطة. بجد بينفعني في كل حاجة يا جماعة، الحاجات دي والله بتنفعني في البيت جدا. سميها اي مسمى، هربك، مطهر، معقم، مثلا شامبو سجاجيد، سمي اللي انت تحبيه، المهم انت عاملة حاجة يعني جميلة جدا عندك في البيت، هتوفر لك كمية كبيرة. انا مش بخفف الحاجة قوي زي ما انتوا عارفين، انا بخليها يعني مركزة علشان مش عايزة الحاجة تبقى خفيفة معي، وزي ما احنا شايفين شفاف وجميل جدا، اخفف اكتر من كده ايه؟ حاجة مما فيش. كل حاجة انا عاملاها هنا في القناة، يعني لو انتم متابعيني وماشيين معايا فيديو بفيديو وبتجربوا الحاجة، اذا الفيديو بتاع النهاردة ده كله احنا عاملينه اصلا، الحاجات المكونات دي كلها لوحدها، كل الاضافات عاملينها في القناة. دلوقتي بقى انا هجرب لكم ايه شوية كده على شوية مية، اما نخففه بالمية يحصل ايه؟ شوفوا التركيز بتاعه في المية ما بيدوبش حتى لما انا اللي اقلبه، اهو شايفين، حاسه بحاجة لزجة يا جماعة، وما شاء الله يعني تقيلة وجميلة وهتنضف معايا تخلي الدنيا فل، شايفين؟ والله لو عقمت منه كمان سيراميك الحيطان، لان هو اصلا للحمامات والارضيات وكلها سيراميك في سيراميك، لو عقمت منه الحيطان وشلت منه اي بقعة زيت اي حاجة مش هيقول لا. شفتوا بقى يعني ايه قوة ثلاثية؟ ما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو وصفتنا النهاردة في اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد في القناة، وما تنسوش تتابعوا قائمة التشغيل اللي بسيب لكم اللينك بتاعها بتاعت كل المنظفات بتاعت القناة في الوصف وفي التعليق.